إذا أراد الإنسان الزواج من فتاة قريبة له أو بعيدة عن أسرته، ولكن لها إخوة ليسوا بحالة جيدة من ناحية الذكاء والفطنة، ويخشى على أطفاله من هذا مستقبلا، فهل يصح العدول عنها إلى غيرها لهذا السبب فقط؟ وما مدى صحة الحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ نعم، ينبغي للإنسان أن يختار الزوجة الملائمة والخالية من الأعراض الضارة لها ولأولادها، وأن يختار من الأسر الطيبة والأسر العريقة، لأن هذا يؤثر على الذرية بإذن الله. وأما مدى صحة الحديث اختاروا لطفكم فإن العرق دساس، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حديث، ولكن معناه صحيح، لأن الإنسان ينبغي له أن يتحرى الزوجة المناسبة، قوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيختار الزوجة الصالحة في دينها والصالحة أيضا في نسبها وجسمها من الآفات، لأن هذا له تأثير على العشرة وتأثير على الذرية بإذن الله. نعم.